لأنه أنا لهلأ بحبك. الله يلعن أبو الحب وساعته. رغم كل شي صار أنا عقلي وتفكيري كله عندك وما عم بقدر أنساك. رح روح لعنده. رح روح. فاروق بيك، متأكد إنه ما بدك يانا نخبر حدا؟ إذا مظهر عنده نية يقتلني حتى لو نادينا جيش بحاله ما بينفعنا، لأنه مظهر مدلل فوق. طيب وهاد من وين طلع لنا؟ ما بعرف، بس ما في شي ببشر بالخير. أنت استناني هون. رفيقي القديم، قدي صار لي ما شفتك يا زلمة؟ إيه والله زمان كتير يا رفيقي القديم. تفضل عود. أهلا وسهلا. شو عبالك؟ راس جهاد من بعد إذنك. مو معقول أنت قديش مهضوم. إذا ما في خلص باخد مي باردة. ايه يا فاروق، شفناك بخير والله. كيف وضع شغلك هالايام؟ بعمره ما كان احسن من هيك. ايه فرحتني والله. لكن بدك تنهي جهاد. انت بتعرف ان عقوبه هالشي الموت؟ انت مدين لقلي بمعروف كتير كبير يا مظهر، بدي تساعدني. كأنه عم تنسى بسرعه، نسيان انه بزماناتي عملت معك معروف وكان كتير كبير. وهذا المعروف شكله ناوي انه يجيب لي اخرتي. تقصد رامو؟ اي نعم رامو. نزل لي كل النظام اللي اسسته على الارض. والله ماني مستغرب ابدا، انت لو بس تعرف شو عمل كمان. اللي الأحسن إنك ما تعرف، لأنه هي رح تضل معلومة سرية، ما في داعي تعرفها. معلومة سرية؟ وأنا ما بعرفها. ورامو بيعرفها. ما بكفي إنه نجح بهي المهمة فوق سرية كمان؟ ما تغيرت ابدا. تعرفني، تفضل كب المي على الارض ولا اشربها مع عدوي. بس طالما ما كبيت كل القنينه معناتها لسه في عندي فرصه معك. صداقتنا الوحيده اللي ضليت. خليني أقعد مع جهاد على نفس الطاولة وخليه سامحني على اللي صار. الموضوع مو بهالسهولة فاروق. حضرتك هددت جهاد، انت هلأ حاول تضل عايش وبيكفي، ولبعدين منشوف ومنفكر ومنقرر. طيب رامو شو وضعه هلأ؟ والله هالرامو سبقك بثلاث مراحل فاروق، يعني هلأ صارت قيمته أكبر منك بكتير عند الإدارة فوق. بس طبعاً لازم ينجح بالمهمة اللي أعطيناها بالأول. شو هالمهمة؟ ها ولا كمان هي سرية؟ مو لهالدرجة، ما في أي مشكلة إنك تعرف. الموضوع رح يصير علني أصلاً. بدو يقتل ماهر.
رامو يقتله؟ انت خليك صبور مثل ما بعرفك يا رفيق الوحش. إذا فكرت غلط غلطة تانية وقتها رح كب القنينة كلها. يلا فيقوا بقى، خليه يقوم يقعد معنا. جاهز ولا لسه؟ جاهز. يلا قوم جيب الشاي لفيقوا. رقبته مروان، مروان قوم، وصلنا على البحر. جيب كمان كرسي عرب. وهي الشاي جاهز، يلا جلس حبيبي. يسلم هالايدين يا شاهين. صحة وهنا. أخي حسن خير؟ شوفي معنويات أخي حسن هلا صفر 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 صفر. أخي شو الموضوع؟ خلص خليني ساكت اسطنبولي. طيب رامو مانو منطقي. شو هاد؟ قال نشتغل شغل قانوني، بشو بنفهم نحنا؟ منيح قلت إنه بدك تضل ساكت. خلص شاهين والله بطالع كل خلي عليك. لك يا زلمة نحنا شو بنعرف نشتغل؟ اي والله اذا نحن بنفتح بقالية اولادي لا ياكلوا اللي فيها معرفوف خلال يومين بس. والله بياكلون. برصاص لك دخيله الا ما نلاقي لنا شي شغله ابن العمروق. ما رح لاقي شي، ما رح يمشي الحال. يلا خلصني وشغل هالمنقل، خلينا ناكل كباب بلكي بيرتاح راسنا. مزبوط والله اخي مزبوط، وانت قلتها. ما فهمت. افتحوا محل كباب أخي، هاي شغلة شاطرين فيها، وأنا بعرف محل الأجار وهيك نحلها. معقولة الفكرة؟ شو رأيك أنت موافق؟ شو قلت؟ وأنا حبيت الفكرة كمان. تفضل، هاي صار يلي بده يا رامو أفندي. ايه معلش معلش، بس هو كمان بكرة رح يشوف انه حكينا صح. هات لنشوف كيف رح يصير هيك. رح اخليه يفلس يا روحي، رح انزت راس المال للقطط ورح اخليه يفلس. شو هالحكي هاد؟ ما توقعتك تكون مكيود لهالدرجة يا اخي حسن. شغلت الكازية ما بتراجعوا عن رأيهم. لك انا حسن ديزل. ليك ليك قال حسن ديزل، شو القصة اخي؟ بلاقيك تحمست كتير. اسطنبولي دكانتك وين مكانها؟ قريبة كتير أخي. مرت عمي ناريمان، عفت قوموا لنروح على المحل. يلا قوموا تحركوا. يلا مروان قوم شاهين. يلا يلا. أهلين سيدي. في شي خبر عن رامو؟ لا سيدي لسه ما اجى على المينا، بس إلا ما يجي بالأخير رح نقبض عليه أول ما يوصل. تمام، خبرني بأي تطور. حاضر سيدي. حضرة المدير،
أنا وياك لازم نحكي. وأنا هيك رأيي. ممتاز، خلينا نلتقى فورا لكن لأنه في موضوع كتير مهم لازم نحكي فيه. مو مبسوط بشوفتك مرتين بنفس اليوم بس مجبور. بسيطة، لقيلي على ساحة أورتشيشمي. تعال لعندي بإيديك ورجليك. مرحبا أخي. أنا رح أروح وأترك الشنتاي على الأرض، تأخذها وبتنبسط بالمصاري على كيفك. بس أصحك تصرفهم كلياتهم بسرعة مثل الشخص اللي مشايف شي، وإلا رح تتورط بمصيبة كبيرة. وإذا ورطت حالك فأنا رح أقتلك، وما رح خلي عائلتك تلحق تزعل عليك، ورح أقتلهم. ببعت لك ياهن على السريع، فهمت علي؟ بدك تقدم تمن هالمصاري بالمحكمة، بدك تحرق رامو، وبعدين اصرف مصرياتك وانبسط شوي شوي وبرواق. وبالوقت اللي عم تنبسط بهالنعمة كون واثق انه عيوننا طول الوقت عليك. لا تاكل هم شي ابدا اخي. هذا اللي شاف رامو وهو عم يقتله؟ هو ما شاف، نحن اللي خلينا. معناتها شرى مش الحال. قال لهم للشرطة أنه رامو قتل، هو ساكن قدام البيت اللي صارت فيه الحادثة هداك اليوم. أنا شايفة أنه هذا الولد رح يعملنا مشكلة، مو حاسسته قد هي المسؤولية. ليك يا أي حدا ما بيعرف كيف يمشي معنا، نحن منعرف نتصرف، لا تاكلي هم. ما عم بفهم عليك. هذا قانون، وأنت لازم تعرفيه منيح. كتير دمك خفيف. حسام، محل شو هاد اللي رايحين عليه فجأة؟ يا الله منك، مو قلت لك قررنا نفتح محل كباب وراح نعمله خمس نجوم كمان؟ سبحان مغير الأحوال يا حسن، على أساس كنت معارض فكرة نفتح محل، ليش تحمست كتير هلأ؟ ما فهمت. خلاص ما انت مجنون يا ولد. إذا قال أخي بدنا نشتغل شغل قانوني رح نشتغل شغل قانوني. يلا تفضلوا لك. يلا تفضلوا، امشي لنشوف. يلا رح أقعد بالنص. حكمات، المحل بعيد. لا خلي سكر الباب. يا رب يا رزاق، قولوا بسم الله. كلمة مركز بمكانه؟ جاهزين سيدي، رح نحاصره أول ما يوصل. ما رح سامح اللي بيغلط، انتبهوا فرات. لا تأكل هم سيدي. تعال لنشوف رامو أفندي. تعال، قتلوا بدم بارد وبعدين إجا يقول بدي ساعدكن. حضرة المدير،
أنا ما توقعت منك الحركات. استعدوا، غالبا وصل. وينك أنت؟ بتهمة قتل حمدي فريد شاليش كان، بدي أقبض عليك رامي. شو هالحكي هاد؟ مو أنا اللي قتلته. بتحكي هالحكي بالمحكمة. في شهود ضدك. في شهود ضدي؟ ولك ما في هيك شيء. أنت عملت لي فخ. أنت ناطر المساعدة من بنت بريئة، فمو غريب عنك. عم تغلط كتير يا مدير، عم تفهم؟ وقف، تركه، قط. الله ياخذك. بتصير معك انك بتحكي مع حالك؟ ما فهمت. قصدي وقت تكوني لحالك وتكوني حابة تفشي خلقك مثلا، وقت تكوني مهمومة متضايقة من كل شيء. أنا بحاكي حالي، يمكن لأني عايش بعيد ولحالي دائما، مع أنه استوعبت شيء مهم من زمان. يعني بالوقت اللي كنت فكر أنه عم بحكي مع حالي، طلعت عم بحكي كل همومي ووجعي لأبي. روح أبي ضلت معي كل الوقت. وحياتك يا روحي، بعمرك ما كنت رح تلاقي رفيق يسمعك وصادق معك مثله. شعور بشع وما بينوصف. صعب كتير انك تخسر ابنك. كل يوم وبكل ثانية حاول اتمسك بأي شيء من ريحته، مع اني بعرف انه ما رح ينفع هالشي. كلياتنا مكملين حياتنا وعايشين، بس ابني مدفون تحت هالتراب. تعرف مظهر، وقت انت كنت عم تحكي عن نظرتك لبابا من شوي، ذكرتني كيف راني كان يحكي عنك. كنت بالنسبة له قدوته. ويمكن كانت كل أفعاله وحكيه انعكاس لصورتك اللي جواته. خلص خلص يا عمري، لا تخافي، من هلأ أنا دائما معك، أنا هون. تمام؟ سبول، انت هون كمان؟ شوفي، والله في عندي إلك خبر رح يفرحك. رامو صار بخبر، كان الشرطة لحقته هلأ. كيف يعني؟ وليش عم يلحقوا؟ شو القصة؟ لأنه متهمينه بقتل واحد، وفي شاهد عيان على الجريمة قدم إفادته للشرطة وعطاهم مواصفاته.
عن جد هالخبر كتير حلو نيلي. طيب والزلمة كيف شافه لرامو؟ هلأ هو ما شاف، بس دوغو قنعه إنه هو شافه. ما توقعت عندكم هالذكاء. بس بيناتنا، بيناتنا رامو رح يدفع ثمن الشيء اللي عمله فيني، أي اللي عمله فينا قصدي. أكيد ماني متصلة طقحنك معك يا ربي منك. الشرطة عم تلاحقك، دوغو خلى شاهد زور يعطي إفادته ضدك للشرطة. حضرتك ليش ما بترد فوراً وقت اتصل فيك آه؟ أنت عم بتحاسبيني على أساس شو؟ وعلى فكرة الشرطة صار لها زمان عم بتلاحق. طيب شو بدنا نعمل هلأ؟ ولا شيء، أنت لا تتدخل. بركي بقدر كون ولك يعني الواحد شو بده يحكي معك؟ والله العظيم يا رامو رح تجيب لي الجلطة. خير إن شاء الله. خبروني انه رامو ناوي يقتلك حضرة المدير. شو عم تقول انت؟ رامو عم يحكي قدام الناس وعم يقول انه بده يقتل مدير الامن ماهر، لهيك دير بالك سيدي. انا مجبور نبهك مشان العدالة تمشي. انا عدالي هي فاروق. ليش حضرتك مو زلمة جهاد؟ انا ماني زلمة حدا ابدا. ولا بعمري كنت تابع. وهدفي هلأ إني نبهك واعتبرني صديق إذا بدك. اللي عم تحكيه مستحيل. فداء من وين بتعرفها؟ بتوقع حكينا بهذا الموضوع. إيه معلش نرجع منحكي أكتر. وقت حسن فات على السجن ليش أنت كنت بدك تساعده؟ لأنه فداء حدا كتير غالي عليه. وعلي والله انت بالوقت اللي بدك تساعد ابن اخوها حسن هلأ بدك تدمر ابن اخوها الثاني رامو. ليش؟ واكيد غصب عن فداء. فاروق انت شو مشكلتك مع رامو؟ انا جاي وعم اقول لك الزلمة بده يقتلك. حضرتك اسمع شو عم تقول. عن إذنك شاهين ساعدني مشان اقدر انزل. يلا امي جاي يا حبيبتي جاي. حكمت هون المحل؟ المحل اللي على اليمين اخي. تعالي عفت تعالي.
يا الله كتير حبيت المنطقة، كتير حلوة الحارة. تعي شوف شو حلو، والله المنطقة شرحة كتير. ليك وشوفوا، وإذا انقطعنا في محل بهارات جنبنا. وليك وما في ولا بياع كباب هون. وحتى لو كان في مرت أخي، نحن ما في حدا بالعالم بيعمل كباب مثلنا. وبكرة بتشوفوا كيف رح ناكل السوق. والله اللي بيسمعك بيوصل لك 40 سنة بتشتغل بهالمصلحة. أخي أنتوا فوتوا وأنا بلحقكم. طيب ماشي، يلا عفت قدامي، يلا تعالي مرت عمي. قولوا بسم الله يا أولاد. حكمت لي أخي. وينه رامو؟ ما بعرف وينه. كيف يعني ما بتعرف؟ ولك مين بده يعرف وينه؟ ليش قلت لك تضل معه لكان؟ أنت قلت لي ضل مع عائلته كل الوقت. إيه هلأ قرروا يفتحوا محل بيع كباب، وأنا عم لاقي لهم محل ظريف. هذا الحكي كله على الفاضي، اشتهينا تنفعنا بشي، شي واحد على الأقل. أخي ما بدي حدا ينتبه، مجبور يعني. حكمت هلأ على الحارك، بدك تعرف لي رامو وين، بدنا نسلمه للشرطة. طيب أخي رح أعمل اللي بقدر عليه. لاقيه وبسرعة. طيب أخي. طيب ماشي. اللي حكمت؟ قالوا ايه اخي، دوغو اتصل. ايه سألني عن مكانك، قال بده يسلمك للشرطة. طيب حكمت انت لا تترك عيلتي ابدا، انا لحالي بحل هاي القصة. طيب ماشي اخي، الله يحميك. ايه شو رأيكم بالمحل؟ والله نحن مو فارقة معنا كتير، هيك هيك رح نسكر بعد فترة. كيف يعني؟ انت لا تدقق على حكي يا اخي، انا زلمة بحب المزح كتير، سألهم دائما هيك انا عادي. خال الاجار مثل ما اتفقنا ما؟ ايه هلا هو صح الخال راعانا بالاجار، بس ما عم يقتنع معنا مشان التأمين. حلو حلو. ما عم يرضى ينزل تأمين ولا ليرة. خلاص لا تنزل اللي بدك اياه، ما مشكلة ما بتفرق اخي. اخي معقول يعني؟ انت قدي بدك تأمين؟ بدي اجار شهرين، بالاصل كانوا ثلاثة، بس انا نزلتهم للشهرين كرمال خاطرك. والله لا، مندفع تأمين أجار شهر بس. مستحيل، ما بيمشي الحال أبدا. سمعت ما بيمشي الحال. خلاص ثلاثة شهور نحن موافقين، ورح أعطيك زلفة. هات إيدك لك، هاتها. دفعنا مثل ما بدك، دفعنا. ألف مبروك. أنت منيح حبيبي، مركز حسام؟ منيح، خلاص اتفقنا. ما هيك بكرة بتشوفي على خير. خلاص اترك لي إيدي، وشعتني ملفوفة شفت عينك. ايه حلو 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 كتير. لا يا الله. انا ما قلت لك لا تتدخلي بهالقصه. ايه قلت لي، بس انا قلت لحالي ممكن اني ساعدك. يمكن انت خلقتي بهالدنيا بس لحتى تجننيني. والله جد انت ما قلتي لعمتي انه الشرطه عم بتلاحقني، ما هيك؟ معقول الا لعمتك هيك شيء من دون ما اسالك رامو؟ ذكيه أصلاً. أنت من زمان مستحيل أنك تعملي شيء بدون ما تسأليني. المهم هلأ كيف رح تلاقي اللي شهد ضدك؟ يا ربي هلأ رح روح دق على البواب واحد واحد، وإذا حدا هرب وقت يشوفني بمسكه من رقبته وبجيبه. يلا روحي لأعرف اشتغل شغلي. أنا رح جرب رامو. ما عم تستوعب شو بدك تجربي؟ رح أجرب لاقي طريقة أطلع فيها من بيت جهاد بأسرع وقت بدون ما أعرض حياة حدا للخطر.
يعني معقول انت تقلي تعي لعندي وما اجي؟ رح توجع لي راسي كتير ورح تعيد على كل شغلة؟ ممتاز. طلع وراك. هلا يمكن لسه ما هرب، بس بعتقد انه لقيت شاهد الزور. هلا هرب معناته اكيد هو. دير بالك. روحي من هون. تمام. ولك روحي بسرعه يلا. تمام. تعال لشوف. لو سمحت أخي اهدى شوي واسمعني. أخي اهدى شوي واسمعني. لو سمحت اسمعني بس شوي. أنت انتهيت. انتهيت. تعرف هاي كيف بيصنعوها؟ يلا سمعونا كلمة مبروك، استأجرنا المحل. والله استأجرنا. يا سلام على هالخبر. والله أول ما شفت المحل تحمست وتخيلت كيف رح يصير. خلصنا عفات. عن جد اسمعني شوي حسان، أنا دغري تخيلت كل شيء. ليك انت طبعا رح تكون على المحاسبه، مروان بيستلم الفرن، وشاهين بيستلم المنقل والفحم، وعرب بيستلم الجلي، ومرت عمي ناريمان وصبوحه بيشتغلوا بالمطبخ. وانت؟ انا جرسونه وبخدم الزبون. ايه ليش لا، بنتعاون. لا تشردوا كتير بافكاركم، يعني بالمختصر لا تجنوا. والله ليكوا يا جماعه، انا من هلا عم قلكم يعني فرن مرن انا ما دخلني، انا بستلم المنقل وقصصه، وانتوا بقى تصطفلوا بقلب بعضكم. وانا بستلم المحاسبه طبعا. علي وش بيعطي ثقه بوش العدو والرفيق، وهيك بصير واجهه المحل. اسمعوا على الحكي، ليش لا تكون انت واجهه المحل؟ ليش انا شو عم ساوي؟ هل عنا يا، وانا بهتم بالزباين لانه عندي قوه تواصل بالعيون. بالله حسان احكي لك شي كلمه. شفت بعيونك حبيبتي، لسه حتى قبل ما يتاسس الشغل بلشوا يتخانقوا. اتركيوني على قلب بعض، كلكم ابشع من بعضكم على فكره. بس والله توزيع المهام تبع عرب وظابط. والله انا ما بعرف، انا رح فيك والله ما حدا رح يكون الواجهه غيري، وبتشوفوا. أخي تركني روح بترجاك، والله ما رح أقول شي أبداً للشرطة، أنا سيء، أنت لا تكون مثلي. أحكي كل شي بالأول بعدين بقرر إذا بتمشي. والله أخي أنا مالي ذنب بنوب، هو قال لي هيك ساوي. دوغو مو؟ إيه دوغو، صدقني هددني بعيلتي وأعطاني مصاري مشان يسكتني. تعال الصبح الموقع اللي بعثت لك يا، بدنا نحكي بكره، بده يخلص موضوع ماهر. تمام، الامور كلها جاهزه ومحسوب حساب كل شيء، انت بس رح تضغط على الزناد. يعني شغله كتير سهله. تعال معي لشوف. أخي حكمة لا تأخذ وتعطي معي، قل لي أنت مين، حكي لي ولا ما بخليك معي ثانية واحدة من بعد اللحظة. صراف من وين بيعرف أنه أنا بدي أحرق الكراسي؟ أنت الوحيد اللي بيعرف هالمعلومة، يلا حكي لي. أنا كمان في دائي يا أخي. أول شي فتت على السجن لكون جنب أبي جواد، عملنا كل شي لنعرف منه أي شي بيخص جهاد الواطي، وبابا جواد عرف منا أنه جهاد هو اللي خانه وحطه بالسجن، وحتى هو ما كان بيعرف مين منكون. وبعدين أنت طلعت بوشنا وقلت هذا الزلمة اللي عم ندور عليه. كيف يعني؟ فهمني أكتر.
انت زلمة، حتى صراف استعد انه يضحي بحاله كرمالك. لو تعرف قيمتك عنا، اللي موت بموت، بس اللي تراجع ما بعملها. طيب ماشي، روح خذ كل هالتفاصيل من هالكلب وسجل له فيديو. ابن حرام، وما رح نتركه قبل ما نخلص شغلنا معه. تمام اخي، ماشي. اخي بتحب نجي معك؟ ما في داعي هلا، شكرا. كل شيء جاهز يا درنبيك، ماهر رح ينتهي بكره. اي نعم، بأمرك يا بيك. كيفك سيبيل؟ منيحة. وقت الإنسان بيكون عم يفكر كتير بيصير بيحب المشي، وكمان الحديقة هون كتير كبيرة. أنا سألت عنك، كنتي بدك تستلمي الشغل من وقت ما كنتي بقضنا، والواضح إنه هدفك هون ما تغير. أنتي بنت طموحة لدرجة إنك قدرت تحطي زوجك بالسجن، بس والله حبيت هالشي فيكي كتير. وفي شي أكتر حبيته، إعجاب نيلي الكبير فيكي. إيه، بنت أختي من سنين عم تهرب من حالها ومو مقدرة قيمة الجوهرة اللي جواتها، وهلأ أنتي طلعتي هالجوهرة وعززتي لها موهبة المدفونة. الواضح إنها عم تقتدي فيكي. فاجأتني والله. لا تكذبي سيبيل، نحن منشبه بعض ومنقرا العيون. اصلا ما كان ناقصني غيرك يا معاق يا مقرف. تكرارسز شيطان لعين.